بالنسبة لأشرف بن شرقي هو الابن العم ديالي. أشرف بن شرقي يعني كان عنده طموح كبير ملي كان صغير، هو كيتمنى أنه يلعب الكرة، وبحكم أننا عائلة كروية ولعبنا الكرة وكنعرفوا شنو هي المراحل اللي خص يتبع أي جوار يعني باش يمكن له يوصل للطموح ديالو، ولقاني أنا في جنبه صراحة يعني بديت معاه المسيرة ديالو يعني منذ السن ديال 13 سنة، التحق بالفئة الصغرى ديال المغرب الفاسيك، ومن ثم بقى كيشق طريقه يعني بحكم يعني علاقته مع المؤطرين، فالكل كان كيتنبأ له على انه غادي يكون يعني ان شاء الله غادي يكون عنده يعني شأن في كرة القدم، وكان كيمتاز يعني بمهارات وتقنيات يعني منذ الصغر، وكنظن انه يعني بحكم يعني انه يعني الانضمام ديالو للمغرب الفاسي يعني تدرج في جميع الفئات وشق طريقه، وداك الشيء اللي كنا كنتمناو يعني ان اشرف بن شرقي يعني حقق منه تقريبا واحد 70%، ومن هذا المنبر ديالكم يعني كنطلب منه يزيد يجتهد، يعني عنده من الامكانيات كبيره ويمكن له يعني انه يوصل لاعلى مستوى، وهذه هي المتمنيات ديالي انا طبيعة الحال. فاشرف ديما كتجمعني بها يعني بعلاقه يعني عبر الهاتف، وخا التواجد ديالو بالدار البيضاء وانا هنا بفاس، فديما كنتصل به يعني ديما انا وياه في على الاتصال، وديما يعني كنحاول يعني نوصل له بعض الرسائل يعني اللي كتهز من المورال ديالو باش يزيد يجتهد ويكون عند حسن الظن يعني الجميع، سواء الجمهور المغربي او الجمهور الودادي.